لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه ونسج الريح أكفانه والقنا الخطين عشو وفي قلب من والاه قبره روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء ما للأحبة لا يؤون خلانا هلا دروا أننا حانت منايانا فهل بدا من محبين يوم فرقتهم ذنب لذاك استحقوا من هجرانا ما هاجني حبهم يوما وما ذرفت عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول ثياب الحزن ألوانا هيجت يا شهر ما في القلب من شجن شهر محرم الحرام هذا الشهر شهر الأحزان هيجت يا شهر ما في القلب من شجني ففيك أضحى رسول الله ثكلانا والبضعة الطهر في والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلة تعدد تردد الشجوى ألوى ألحانا فألحانا يا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا بعرسة الطياف فوق التور عطشانا يا أبكي الحسين وحيدا لا نصير له أبكي الحسين وحيدا لا نصير له إلا المهند والخطي
أعوانا بسبع السما ضجات وبسبع الأراضي والكون كل من قلب ضج على حسين كل من يقول اليوم خويا هل الهلال أوحش جميع الناس من نسوان ورجال الرجال تلطم والنساء تصرخ بولوا وهذا الهذا يقول لا تضحك موزة بكل عام بس هلالة هي يبين علينا كل ما تم تشوفها بسواد برق عين حتى النساء من تنظر تخلع الزين تخلع الزين وهي تسفح مدامع العين لكن ليس المعزى كالثكول عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر سيدتي ومولاتي يا فاطمة عظم الله لك الأجر سيدي يا أبا محمد الحسن عظم الله أجوركم ساداتي وموالي أئمة أهل البيت بعد وين تتوجه بالخطاب هاي الليلة وهاي الليالي وين نتوجه بالتعزية عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان ويلي وللمصطفى خلي الحزين والناح كله لا ينكشف لك شان شفت شلان شكله قابض على الشيبات والمدمع يهل حاسر للعمامة وجنبه أبو الحسن لكن فاطمة سلام الله عليها كأني بها في وسط المجلس يقول إلا من واحد الواحد بوسط الماتم تدو بلبس السواد مبرقعة والقلب مفطور وتصيح يا شيعان نحلني شهر أنستني سقوطي جنيني ذبحة حسين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، ولتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليالي والأيام تنطوي على محتوى ومعطيات كبيرة جدا، يحتاج المؤمن للوصول إلى تلك المعطيات إلى استعداد وتهيؤ. اقتحام موسم شهر عاشوراء من دون استعداد وتمهيد لا يوصل الإنسان إلى تلك المعطيات الكبيرة. من هنا نجد حينما نراجع الروايات الشريفة المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم اهتماماً بهذه المسألة. كثيرة هي الروايات التي تحدثت عن بعض الأمور التي تعد بمثابة التمهيد والإعداد للمؤمن في هذه الأيام والليالي. طبعاً هذه المجالس مجالس ذكر، عنونها أهل البيت سلام الله عليهم بمجالس الذكر. مجلس الذكر بحد ذاته فعالية، يعني ليس من باب المقدمة. لا يتصور هذا المؤمن أن الحضور في هذه المجالس هو من باب المقدمة. يحضر هذا المجلس حتى يتعلم، صحيح مجالس فيها تعليم، ولكن المجلس لا يمكن أن ينحصر في مفردة التعليم، هي بحدها ذكر. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إنا نحن إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر أعداؤنا ذكر الشيطان. مجالس التي المجالس التي يذكر فيها أهل البيت هذا ذكر الله عز وجل، ولذلك تسمى مجالس الذكر. النبي صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أصحابه يقول: ارتعوا في رياض الجنة. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. مجالس الذكر، فلا نستصغر قدر هذه المجالس، روضة من رياض الجنة. هذا من لطف الله عز وجل وبركة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، حيث نصل إلى هذا اللطف بكل سهولة، بكل سهولة. مجرد أن يحضر المؤمن في هذه المجالس وهو صادق ومخلص يسجل له حضور مجلس من مجالس الذكر. ولذلك لهذه المجالس آدابها. مجالس الذكر تختلف عن المجالس العادية. إذا أجلس في ديوانية أو مجلس إنسان عادي
وراعي بعض الأمور وراعي بعض الآداب، فما بالك إذا حضرت مجلس هو يعد مجلسا من مجالس الذكر، عنونه أهل البيت بأنه مجلس ذكر. إذن هناك آداب يجب أن تراعى، احترام خاص لهذه المجالس. على كل حال أرجع وأقول، ما هي خطوات الإعداد والتمهيد التي يحتاجها المؤمن حتى يدخل هذه الأيام؟ أكتفي بذكر نص واحد، نص رائع جميل جدا، ذكر في كتبنا المعتبرة، الرواية يرويها ابن قولويه أعلى الله مقامه الشريف في كتابه كامل الزيارات، عبارة عن زيارة. الإمام الصادق سلام الله عليه يحدث واحدا من أصحابه، يعلمه طريقة زيارة الحسين سلام الله عليه. فإذا أتيت القبر فقل الله أكبر سبع، وهلله سبع، واحمده سبع، وسبحه سبع، ثم قل لبيك داعي الله سبع، لبيك يا داعي الله سبع. بعد ذلك شوفوا هالجملة الجميلة، خمس خطوات، خمس أمور ذكرها الإمام سلام الله عليه في هذه الجملة المختصرة، تلخص لنا الإعداد والاستعداد لاستقبال هذه الأيام والأيام. يقول ثم قل، يقول ثم قل، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك، شوفوا خمسة، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي بالتسليم. شوف خمسة أمور، هذه الخمسة الأمور إذا دققنا تأملنا فيها، نقف على خمس خطوات هي خطوات الاستعداد اللائق لاستقبال هذا الموسم. أول تلك الخطوات الاستعداد القلبي، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي، لكن أي قلب؟ أي قلب هذا القلب الذي يتحدث عنه الإمام الصادق سلام الله؟ القلب اللائق بالاستجابة للحسين سلام الله عليه، أي قلب؟ القلب المملوء بالضغينة والحقد على المؤمنين؟ لا، هذا القلب مو مهيئ، هذا القلب إذن يجب أن يطهر من الضغينة والحقد. على الإنسان المؤمن الحريص على الوصول إلى معطيات شهر محرم الحرام أو موسم هذا الموسم، عليه أولا أن يسعى لتطهير هذا القلب. أول شيء نطهر هذه القلوب، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية يقول الإمام وسمعي، وسمعي، السمع، السمع أي سمع هو الذي يستجيب لنداء الحسين أو يكون لائقا بأن يكون في ساحة الحسين سلام الله، السمع الذي، السمع الذي مقتصر على الاستماع إلى ما أحله الله عز وجل، هذا السمع اللائق. إذن
هذه الأذن التي أسمع بها الغيبة والمستجار بالله والنميمة والبهتان يكون أطهر. هذا السمع لابد أن يطهر من هذه الأذن حتى أكون لائق للولوج في ساحة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. يكون يحذر المؤمن أشد الحذر أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. تريد تدخل ساحة أبي عبد الله الحسين كلها ساحة طهر. يكون تعد نفسك تهيئ نفسك، أولا تهيئ قلبك ثم تهيئ سمعك ثم تهيئ بصرك. تهيئ هذا البصر، تخلي هذه العين تتمتع برؤية ما أحله الله عز وجل. ورأيي فقد أجابك رأيي. رأي المؤمن هو رأي المعصوم. نظر المؤمن الكيس هو نظر المعصوم. المؤمن إذا أراد أن ينظر إلى الأشياء ينظر إليها بمنظار المعصوم، هذا المؤمن الحقيقي، لا أن ينظر إليها بمنظار أعداء المعصوم. تريد تقيم شيء، ثم أحيانا نستعمل نحن هذه الجملة أو هذه العبارة، ما هو رأيك في الأمر الفلاني؟ شوف أنا حينما أريد أن أدلي برأيي وأعطي رأيا في مسألة ما أو في قضية من القضايا يكون أحرص أشد الحرص أن يكون رأيي مطابقا لرأي المعصوم في تلك القضية. بعد الأمر الخامس وهواي أي الميول والرغائب. رغبات المؤمن ميول المؤمن تكون ممحضة ممحضة لكي تطابق رغبة الحسين سلام الله عليه. في ماذا كان يرغب الحسين عليه السلام؟ شوف هذه خمس خطوات، إذا استطاع المؤمن أن يقطع هذه الخطوات الخمس حينئذ يصبح مؤهلا لأن يكون في ساحة الحسين في هذه الأيام. وهنيئا لهذا. قد يقول قائل من الصعب، من الصعب أن يهيئ الإنسان نفسه بمثل هذه. أقول ليس من الصعب، مو من الصعب، إذا امتلك الإنسان الإرادة يستطيع. لعل بعضكم سمع بقصة الشاب قاسم شكرجكي، أحد كان يعيش بطهران، قصته معروفة مشهورة. وقد سمعت عدة من الخطباء يذكرون هذه القصة مشهورة معروفة. الرجل هذا الشاب كان قوي البنية، بسطة في الجسم، قوة في الجسم، لكن مشكلة هذا الشاب أنه كان يقترف الذنوب والمعاصي جهارا، ما كان يرتدع عن ارتكاب الذنوب. يقولون حتى في بعض الأحيان يشرب الخمر، لكن فيه ميزة، إذا قرب شهر محرم الحرام في آخر أيام ذي الحجة ينقطع عن شرب الخمر، يتوقف عن ارتكاب الذنوب والمعاصي مراعاة لحرمة أبي عبد الله. يا سبحان الله، يعني في هذه الحالة، في الحالة اللي يعيش فيها للأسف الشديد البعض
عدم المبالاة. قديما لله الحمد كانت موجود هذا الشعور موجود عند شريحة واسعة من الناس. شوف يذنب يعصي يرتكب الذنوب، لكن بمجرد أن يدخل شهر محرم الحرام شوف يترك كل تلك المعاصي والذنوب ويقبل على هاي المجالس. أما اليوم لا، للأسف الشديد أكو شريحة ترتكب الذنوب والمعاصي ليلة عاشورة، الذنوب والمعاصي يوم عاشورة، ولا تراعي حرمة للحسين سلام الله عليه. هذا الشاب كان يتميز بهذه الميزة أي الخصيصة، وكان يذهب إلى المأتم إلى الحسينية ويخدم، يخدم يكنس الحسينية، ينظف، حتى الأعمال اللي ما كان للبعض يستسيغ القيام بها هو يبادر إليها. وبعض الأعمال يعني خصوصا أنا أشد على أيدي القائمين على الخدمة في هذه المجالس، وأسأل الله أن يوفقهم، لأن في بعض الأعمال واقعا البعض يستنكف القيام بها، ولكن تجد بعض الشباب شبابنا الله يحفظهم ويوفقهم يبادر بإخلاص وصدق إلى إنجازها. لأن أجل لكم الله مثلا تنظيف الحمام مو سهل. هذا الشاب كان يأخذ على عاتقه القيام بهذه الأعمال، بعد باعتباره قوي البنية كان إذا خرج موكب العزاء موكب اللطم هو اللي يحمل العلم، علم كبير ضخم ثقيل يحتاج إلى قوة جلد، فكان هو يأخذ العلم ويتقدم الموكب. مرت الأيام، الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الرابعة، القائمين على المأتم على الحسينية شافوا عدد الحضور يقل ليلة بعد ليلة. أول ليلة 5000 كان عدد المعزين، انتهت العشرة الأولى وإذا بهاي 5000 يصيرون 100 فقط. تعجبت القائمون على الإدارة تعجبوا، قالوا شنو السبب؟ فأخذوا يسألون الناس عن سبب تخلفهم عن الحضور في المأتم، فأجابوا جميعا أطبقت كلمتهم، السبب هو وجود هذا الشاب العاصي المذنب، شاب معروف يعطى العلم يحمل علم موكب العزاء يتقدم موكب العزاء، ما دام قاسم موجود ما ممكن أن نأتي. اجتمعت الإدارة، ماذا نصنع؟ انتهى العام لكن يخططون للعام المقبل، ماذا نصنع؟ أجمعت كلمتهم على أن يكلموه حتى لا يحضر. لما صار أواخر أيام ذي الحجة، اليوم الأخير من ذي الحجة قبل محرم الحرام السنة اللاحقة، جت مجموعة من أفراد الإدارة إلى دار هذا الشاب، طرقوا الباب خرج، خب يعرفهم، رحب أهلا وسهلا تفضل. واحد من أفراد الإدارة كان شيخ كبير هو اللي تولى الكلام، قال جئنا فقط لنسألك بعض الأسئلة. قال على الرحب والسعة تفضل، ماذا تريد؟ ماذا عندك؟ فسأله، قال له أتحب الحسين يا قاسم؟ بمجرد أن سمع بهذا السؤال انفجر بالبكاء. قال جئتم لتسألوني عن محبة الحسين؟ نفسي وزوجتي وأولادي فداء للحسين. التفت إليه قال قاسم تحب أن يكون مأتم الحسين
كبير مملوء بالمعزين، أو لا تحب أن يكون الحضور ضعيف؟ التفت إليهم قال: الحسين عظيم، ولا بد أن تكون مجالس ذكره عظيمة تتناسب مع عظمته. أنا أحب أن تكون هذه المجالس عامرة بالمعزين. قال له: لو كان هناك شخص واحد من المات حضوره في المأتم يؤدي إلى عزوف المعزين عن الحضور، فماذا يصنع؟ إهن يحس. قال: ماذا تعني؟ ماذا تعني بهذا السؤال؟ قال: كثير من المعزين لا يحضرون بسبب وجودك، فماذا نصنع؟ يقول أخذ يبكي، التفت، قال: قل للناس إن قاسم في هذه السنة لن يحضر إلى مجالس الحسين، وليأتوا بكثافة. أنا أحب أن تكون تلك المجالس عامرة، ما راح أتي. شكروا منا وخرجوا. هذا الشاب يعيش المحبة، صحيح يعصي، لكن عند محبة الحسين سلام الله. صارت الليلة الأولى، ما خبر زوجته ولا أولاده. جاءت زوجته وأولاده يطلبون منا الخروج إلى الحسين كالعادة في كل سنة. قال: انطلقوا لوحدكم. قدم، خرجوا، راح جمع بعض القطع، قطع من القماش الأسود اللي كانت في البيت، ونزل إلى السرداب وعلقها على جدران السرداب، وجلس وأخذ يخاطب الحسين: سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، لقد طردوني من الحضور في مجلسك هذا العام، فصنعت لنفسي مجلسا لا يطردني منه أحد. استخرج الزنجيل وأخذ يتمتم بالأشعار في رثاء الحسين، بعض الأشعار اللي كان يحفظها، ويضرب بالزنجيل وهو ينادي: حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. مرت الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الليلة الرابعة، الليلة الخامسة، واحد من إداريي المأتم كان يبكي بكاء غريبا. خلص الخطيب، انتهى المجلس، وهو ما متوقف عن البكاء، يبكي 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 يبكي. خرج، قصد إلى دار صاحبه في نفس الإدارة، طرق الباب، فتح صاحبه الباب، شاف صاحبه يبكي مثله، سأله: ما سبب هذا البكاء؟ قال: لقد رأيت الحسين البارحة وهو يقول: من أنتم حتى تمنعون من تشاءون وترحبون بمن تشاءون في مجالسي؟ لماذا كسرتم خاطر قاسم؟ لماذا أسقطتم ماء وجهه بين الناس؟ من سمح لكم بذلك؟ أنا لست فقط لأهل الطاعة، أنا حسين العاصين أيضا، اذهبوا واعتذروا منه. فقال صاحبه: وأنا كذلك رأيت نفس الرؤيا.
طلعوا فروا على أفراد الإدارة، كل واحد فيهم، كل واحد من أولئك الذين جاءوا إلى دار هذا الشاب يؤكد أنه رأى نفس الرؤيا، فقصدوا دار هذا الشاب قاسم، وصلوا شافوا الباب مفتوح، طرقوا الباب، جاء ابنه الصغير وهو ينادي يصرخ: أدركوا أبي فإنه يلطم رأسه بالجدار، يشدخ رأسه بالجدار وقد سال من تالت منه الدماء. يقول دخلنا مسرعين إلى السرداب، وإذا بقاسم يضرب رأسه بالجدار وهو ينادي: حسين حسين حسين. يقول تعجبنا، قلنا: ما بك يا قاسم، لماذا تصنع هذا بنفسك؟ قال: لقد رأيت الحسين في المنام يخاطبني، يقول لي: اعف عنهم لأجلي، لكن يا قاسم إن كنت تحبني فلماذا تعصي الله عز وجل؟ إذا كنت تحبني فلماذا تؤذيني بمعاصيك؟ يقول: فقلت له: سيدي ومولاي، أنا ما كنت أعلم أن هذه المعاصي تؤذيك، ولكن الآن علمت، وأعاهدك يا أبا عبد الله أن لا أعصي الله عز وجل، ولكن ألتمس منك يا أبا عبد الله أن تأخذ روحي يوم، أن تسأل الله عز وجل أن يأخذ روحي يوم عاشوراء. أخذوه إلى الحسينية، بقى إلى يوم عاشوراء. يوم عاشوراء قبل الظهر، وإذا بأولاد هذا الشاب، أولاد قاسم الصغار، يركضون بالطريق وينادون: لقد مات أبونا وأصبحنا يتامى. شيع تشيع مهيب، خرج الناس لتشييعه، حظي بتشيع كبير جدا. يقول الناقل: حتى نثرت الورود على نعشه. شوف، شاب هيأ قلبه. صحيح عاصي، لكن لما دخل شهر المحرم هذه الأيام جاء بصدق يخدم، إخلاص. بعد طهر سمعه، طهر بصره، كذلك رأيه، هواه جعله مع الحسين صلوات الله وسلامه. شوف، قطع هاي الخمس خطوات، ولذلك وصل إلى السعادة هذا الشاب. هاي كلمة إلى شبابنا، الله يحفظه ويعزهم ويوفقه. خلي الشاب يحاول أولا يعرف حرمة هذا الشهر، حرمة هذه الأيام بالذات، هي الأيام العشر، وحرمتها بحرمة الحسين سلام. خلي يكون عنده احترام للحسين سلام، يطهر قلبه، يطهر سمعه، ينزه هذا السامع عن الغناء والغيبة والبهتان والنميمة وغيرها، ينزه بصره عن النظر إلى ما لا يحل الله عز وجل، يطهر هذا السمع، يطهر هذه العين احتراما لأبي عبد الله الحسين، وراح ينفتح، حتما ينفتح على تلك المعطيات. هنيئا لمن يرتبط بالحسين سلام الله بصدق، هنيئا للصادق في ارتباطه وعقيدته بالحسين سلام الله. هذه المجالس التي كان أئمتنا سلام الله عليهم يحرصون أشد الحرص على إقامتها، عشرات الروايات اللي تأكد على اهتمام الأئمة عليهم السلام بهذه المجالس.
اهتمام الحسين سلام الله عليه واهتمام الأئمة عليهم السلام بشأن هذه الدمعة. يقول الإمام زين العابدين، بل الإمام زين العابدين مو فقط قول، قبل القول كان فعل. كم سنة الإمام سلام الله عليه دمعة ساكبة على أبيه الحسين؟ ارجعوا إلى كتب السيرة والتاريخ، اقرأوا في سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، راح تشوفون أنه ما وضع بين يديه طعام أو شراب إلا ومزجه من دموع عينيه. ما تهيأت فرصة للإمام سلام الله عليه ليذكر الناس بمصاب أبي عبد الله الحسين إلا وبكى وأبكى. هذا ديدن الإمام سلام الله عليه، ولا يلام على ذلك، فقد شاهد تلك المأساة بأم عينيه. حينما يقال له: أما آن لحزنك أن ينقضي؟ أما آن لهذا البكاء أن يتوقف؟ بماذا يجيب؟ الله أكبر، يجيب بهذا الجواب، يقول: يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن مخدرة لنا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ والله كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي ذكرت فرارهن بالبيداء يوم عاشوراء، والمنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. قلبي يا أبو حمزة تراه بنار ملهوب، لا زاد يهنالي ولا تهنى بمشروب وتشهير عماتي يا أبو حمزة بالدروب، نحل عظامي ولذيذ العيش ما طا. يقول: أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغاضرية زلزلوا. إذا ما الذي نكس راسك سيدي؟ قال: أنا اللي نكس راسي دخول زينب مجلسي زيد، حسرة ومن نوح اليتامى راسها شا. هذا ديدن الإمام زين العابدين، هذا حال الإمام زين العابدين، دمعة ساكبة على محبة الحسين. يقول: من سقطت من عينه لمصرع الحسين دمعة حتى تصير على خديه، بوأه الله بها غرفا في الجنة يسكنها أحقابا. أقول: هنيئا لمن يبكي على الحسين. هذا المؤمن يشوف الإمام في أحرج ساعة من ساعات حياته، يشوف الإمام ساعة الممات، يقول: من تكون يا صاحب هالأنوار المضية؟ قال: لا ما تعرفني غريب الغاضري. الله يحفظ هاي الأصوات. أنا قلت لكم بالأمس، إذا عندك صرخة طلعها، إذا عندك دمعة لا تحبسها، ترى هاي الصرخة تشوفها غير شكل يوم القيامة، تقول: يا ريت قضيت عمري كلها صرخة على الحسين أنادي حسين. من تكون يا صاحب الأنوار المضية؟ قال: لي ما تعرفني غريب الغاب، ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاجي، وما انت اللي بالماتم تنادي ويلي علي،
نادي حسين، نادي حسين، حسين تبكي على مصابي شيع شلون اخليك، ولاجلي شيع لابس ثياب الرزي، انت بعزة وجلال اهلك على التابوت شالوك، معزز مكرم واحفروا قبرك وارا، لو من بعد موتك على التربان خلوا مثلي ثلاثة ايام على الغبرة رمي. ايها حسينا انا اللي محرت لوع في الخلايق مثل لوعي، انا الشهيد اللي ذبحه بصدري رضي، وكل ما جذب والنجر بخدي دموعي، يكسر الخاطر يجذب الون خفوي. بعد تحتاج علامات تعرفني من خلالها ايها المؤمن، خذ هاي العلامة اللي تفطر القلب، انا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشان، انا اللي صارت جثتي للخيل رضى وعظامي وعلق وراسي على سنان، وبنارهم حرقة وخدور الهاشمي، شفنا اليموت يجيه دفان يحفر القبور ويفصل اجفان، ما شفنا اليموت يضل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان، لا ما تلفت المعزوز ياه تصير زلزال. واسي الزهراء، واسي الزهراء، ترى الصرخة هاي تطيب قلب فاطمة. لا ما تلفت المعزوز ياه تصير زلزال، ناس اللي الجفن تنهاض وناس تجيب شيا، وابو السجار تغسيله يدوس الشمور. ساعد الله قلب العقيلة زينب. أريد أختم لكن تذكرت هاي الأبيات، إذا عندك حاجة حضرها. ساعد الله قلبها لما وصلت إلى جسد الحسين، يقول الراوي أرادت أن تقبله لكن ما شافت عضو يمكن تقبيله، تقول أخويا أخويا أنا أشضل اللي بعد يا حسين واشتم واشتم، حرمة وصرت بين أعداك، واشتم واشتم. وين راح تقبل زينب؟ تقول له قبل من حرك يا خوي، واشتم واشتم بريحة علي وام الزكية، يبي ريحة علي وامي، حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها. يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. عندنا مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء بهذه الدموع المالحة.
وأنا دائما حينما يطلب مني الإخوة الدعاء أنا أخجل من نفسي، لكن أتخلص من ذلك أن أطرح هذه المطالب في هذه الساحات العامرة بهذه القلوب المحبة العاشقة للحسين، لعل واحد في المجلس يعيش الصفاء والانقطاع إلى الله يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء اكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. خل نقرأ دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية، واردد علينا منه السلام، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته، وأنفذ أمره، واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك، وأحي به عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم بحق وجاه نبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم فرج عن الأسارى والمعتقلين فرجا عاجلا غير آجل. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. إلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح موتى المؤسسين وأرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.